سعيدة، بنشط فن الخبر اليوم التفاصيل الكاملة عن قضية الفنانة أصالة نصري، كيف توقفت شو صار معها بهيدا التقرير المفصل. خليكم معنا. تفاعلت في الأوساط الفنية قضية توقيف أشهر فنانات الوطن العربي أصالة نصري في مطار بيروت على خلفية العثور على كمية من المخدرات داخل علبة المكياج الخاصة بها في أثناء مغادرتها الأراضي اللبنانية إلى مصر برفقة زوجها المخرج المصري طارق العريان. وبحسب معلومات الجديد التي استقصت تفاصيل قضية الفنانة أصالة نصري، أن التوقيف جرى في حرم المطار بإشراف فصيلة التفتيشات الإدارية. وبحسب مصادر متابعة للملف، أن التوقيف تم خلال دخول أصالة المطار عند أول نقطة تفتيش بعدما أعطت أجهزة سكانر إنذاراً عن وجود مواد ممنوعة، ما دفع بالعناصر الأمنية إلى متابعة التفتيش يدوياً. وقد أكدت هذه المصادر للجديد أن العناصر الأمنية تنبهوا لهوية أصالة بعد عثورهم على مادة الكوكايين في حقيبتها الخاصة إثر طلب جواز سفرها. وذكرت المعلومات أن الكمية المضبوطة بلغت 3 جرامات. وخلال التحقيق أنكرت الفنانة نصري أن تكون هذه المخدرات لها، مدعية أن هناك من وضعها في حقيبتها. وعلى الإثر أحيلت إلى جهاز مكافحة المخدرات، وقد تم إرسال دورية من مخفر حبايش إلى المطار لمتابعة التحقيق. وبعد إبلاغ المدعي العام كلود كرم بالأمر، طلب إجراء فحص تعاطي للمخدرات الذي جاءت نتيجته إيجابية. وبعد انتهاء التحقيقات أفرج عنها بسند إقامة بناء على إشارة المدعي العام. أما عن توسع في التحقيقات لمعرفة مصدر المخدرات التي ضبطت بحوزتها بعدما جاءت نتيجة الفحص المخبري إيجابية لجهة تعطيها الكوكايين، فقد ختم التحقيق من دون السؤال عن مصدر الكوكايين. وفي طريقها إلى القاهرة، نشرت المطربة السورية أصالة نصري ليلى الأحد الاثنين صورتين على حسابها في فيسبوك وهي داخل الطائرة، وذلك بعد ساعة على إطلاق سراحها، وعلقت على الصورتين بالحمد لله والله يخليكم بحياته. من بعدها انهالت التغريدات المتضامنة والمعارضة على مواقع التواصل الاجتماعي لحادثة توقيف الفنانة السورية. وبعد 3 ساعات من المعاناة والتحقيقات على خلفية حيازتها للكوكايين، وصلت المطربة السورية أصالة إلى مطار القاهرة قادمة من بيروت برفقة زوجها المخرج طارق العريان وشقيقها أنس نصري. وبدا واضحا أن أصالة خرجت من صالة الوصول بمطار القاهرة بعد مغادرة الركاب كلهم، لأنها ظهرت في الممر بصحبة عائلتها فقط. أصالة نصري. وفي أول تعليق بعد الحادث، أكد زوج الفنانة أصالة نصري عبر اتصال هاتفي لإحدى الوكالات أن ما حدث عار عن الصحة، نافيا الواقع جملة وتفصيلا، وأن ما حصل معها من قبل سلطات الأمن في مطار بيروت ملفق. مع هذا التقرير مشاهدينا الطويل بتكون وصلت نشرة فن الخبر لنهايتها. باي باي.